هذا وقد انتخبت وفود الدول العربية المشاركة في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسا لفريق الحكومات. أكد سعادة الوزير أن هذا الانتخاب يعبر عن تقدير ممثلي الحكومات العربية لتجربة البحرين المتميزة على الصعيد العمالي، خاصة وأنه يأتي بعد تمثيل المملكة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، مما يرسخ الثقة الدولية المطلقة في الإجراءات التي تتخذها المملكة ضمن المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك المفدى، وتحديدا فيما يتعلق بسوق العمل. أشار حمدان إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبدعم ومؤازرة سمو ولي العهد قد سخرت جميع المقومات من أجل أن تحتل البحرين مكانة مرموقة ومتميزة إقليميا وعربيا ودوليا.